نطالب المقيمين والكويتيين واللي على أرض التزموا بالقانون، قانون اللي وين؟ بالشوارع. احنا نلتزم في القانون بالشوارع، نقول للمرور لازم نرتب أمورنا ونرتب أمورنا ونلتزم بالقوانين. لكن إذا الدورية هي اللي تخالف القانون، مثل ما أمس حطينا الشرطة العسكرية وشنو وقف، ما ترك المواقف كلها وراح حق مواقف المعاقين. الدورية هذه بتكسر القانون. مستعيل؟ مو مبين عليك مستعيل، تروح تكسر القانون على أساس أنك دورية. منا الأخوان وزارة الداخلية، شلون بتعلم احترام القانون إذا بعض رجال الأمن هم من يكسرون القانون؟ أعطوني التقرير. أبو أحمد الدورية شوفها مشيت ويت ما احترمت دور وداس على هذيل الصفر بدش عرض، لو سيارته ما سويت كذي. شوف شلون الدورية. شوف الثاني مرسيدس، وهذا الثاني المرسيدس نفس الشيء، لا حول ولا قوة. يعني لو أي واحد أشوف الدورية تسوي كذي، أنا أقول إذا الدورية تخالف القانون، لو أنه مستعيل عنده بلاغ مشغل الفلاشر ويالس، أقول من حقه، لكن لا مشغل الفلاشر ولا عنده شيء، كاسر القانون. هذا عقوبته المفروض تكون عقوبة دبل، لأنه لازم يحترم القانون، حتى الكل يحترم القانون. واللي يصير قاعد يصير في الشوارع الكويت بلاوي، ما حد قاعد يحترم القانون في الشوارع. حركة المرور عندنا بالكويت استعراض عضلات، قسما بالله استعراض عضلات، ولا واحد يرد عليك تقول له مخالف. ول حبيبي القانون، أقول لك ول، شو بتسوي له؟ طقه. من الأخوان في وزارة الداخلية، التقرير اللي جاي